يعني العلم عارف انه لازم هناك استمرارية، هذه عارفينها. يعني الأم مالها دكتورة عشان تعرف، انت تحط لها في البيت تلفزيون وهي قاعدة تحط ابنها. يعني انا عارفة انه ما في أم حطت رضيعها، خصوصا بالأول، يعني لما ينولد الولد نكون كلنا فرحانين فيه وكل العيلة يعني تجيب هدايا ويشجعوا الأم ويعطونها خبرات وكذي. يعني فالأم تكون مسرورة بهذا الولد، تبدأ تكتشفه يعني ايش يعني هذا، يعني سلوك التعلق بدأ يحاك، يعني بدأ سلوك التعلق في شيء قاعدين بنشتغل عليه. فالأم أنا يعني عارفة ومتأكدة جدا جدا إنها ما حطت ابنها أول يوم في التلفزيون يوم كامل. أكيد هي حطت ابنها مرة، حطته فوق السرير وهي قاعدة مثلا تحط مكياج، بتلاحظ ابنها قاعد يتطلع على التلفزيون، فحست إنه مستانس، حطته بس 5 دقايق. والأم عندها مثل قنوات الاستشعار تبع النحلة، يعني تعرف الخطر، بتشم إنه في شي غلط، إنه ما لازم. يعني الله سبحانه وتعالى حط هذا الشعور في الأمهات إنه ما نحط الطفل وايد قدام التلفزيون، ما لازم نتفرق عنه. فهي تبدأ تحطه 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، يعني كل يوم تزيد الفترة. يعني شفتوا لما انتوا تكونوا تحيكوا، يعني مثلا شالة صوفية، يعني بالصوف هيك، ما ادري شلون يسمونها بالعربي، انتي قاعدة بتحيكي فيها، بعدين يجي حد يبدأ، احنا نقول بالجزائري يسلها، يعني يبدأ يشيل هذا الخيط وكل شغلك يبدأ يروح. يعني تلي يحدث الأم كانت قاعدة تحيك في التعلق، بس إجا التلفزيون بدأ يسل في هذا الخيط، لين فجأة كل اللي الشالة ممكن كان فيها، المفروض تسوي فيها متر، لما توصل 2 سم متر خلاص ذروة التعلق، هي كانت مثلاً في النصف متر، هي قاعدة تحيك. المرأة على نياتها هي وابنها يتقدمون في الحياة هيك، فالتلفزيون لما دش عليهم هذيك النصف متر أو الربع متر، عوض ما يصير نصف متر صار 10 سنتيمتر، بعدين 5 سنتيمتر، هيك لما وصلوا سنة، سنة ونص، ما صار في شالة، يعني الشيلة اللي كانت تشتغل عليها خلاص صارت باح ما في. الأم هون وقعت في ورطة، ما كانت مستوعبة إن التلفزيون حيسوي كذي. الأم منها شريرة؟ بالعكس، الأم ضحية، إحنا هذا اللي حكينا عنه في القناة، وما قاعدين هيك نصبر في الأم ونسوي فيلم هندي، يعني إنه إحنا قاعدين نطبطب على الأم كذي وبس، إحنا قاعدين نقول كلام علمي. المفروض لما أنت تسوي قناة أطفال أو تنتج شيء يكون إلكتروني خاص بالطفل الرضيع، المفروض تكتب عليه إنه ممكن تستفاد من هذا الشيء 5 دقائق باليوم. وأنا أقسم بالعشرة إنه الولد ما يستفيد شيء قبل 2 سنين من التلفزيون. بس نقول إنه أنت عندك ضمير، مؤسسة إعلامية عندها ضمير، تكتب أو تسوي برامج إنه حذاري، تحط نشرات تحذيرية، حذاري أطفال أقل من 2 سنين، هذه القناة موجهة للي أكبر. الأم منها عارفة، منها عارفة، الأم قاعدة على نياتها، والشالة اللي كانت أو الشيلة اللي كانت تحيك فيها قاعدة بتنسل، وهي مو دريانة، ما كانت دريانة. لو كانت دريانة الأم أصلا مو دريانة إنه التعلق، ما الأمهات من وين يجيبوا هالأفكار يعني وهالمعلومات؟ يعني يروحوا يدرسوا، لازم تروح تدرس المخلوقة في علم النفس في الجامعة عشان هي تعرف إنه ما لازم.